هناك تحد كبير نواجهه اليوم من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد للأشجار القادمة. إن المحافظة على البيئة مسؤولية الجميع، ويمكننا الحفاظ عليها من خلال ممارساتنا اليومية مثل إعادة استعمال الأدوات وعزل النفايات وإعادة تدويرها. كما يجب أن نحافظ على الموارد واستهلاكها باعتدال كالماء والكهرباء. أنا أفعل مثل هذه الأشياء بصورة يومية من أجل الحفاظ على البيئة.